السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله حبينا ناخذ هاي المحاضرة، تكون هي عبارة عن محاضرة overview عن كل اللي هيك راس بدايته، شلون الريزلت يتنصب. يعني ممكن تكون محاضرة عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، بس توضيحية حتى إن شاء الله نكمل السلسلة بإذن الله. أول شيء يعني الطلاب، فإنه البرنامج متوفر بنسخ. طبعا أول شيء نحكي عن برنامج هيك راس، هو برنامج هندسي أكيد بالدرجة الأولى، تابع للمنظمة الجيش الأمريكي. استبلشمنت أساسيات إنشاء هذا البرنامج هو حتى يدرس كل خواص الأنهار. كل خواص الأنهار بإمكانك أنت تدرسها، سكورينج، إنشاء، شنو أي منشأ تريد تنشأ على هذا النهر، تقدر إنه تنشأ ديزاين. طبعا إحنا يعني كاختصاص ووتر ريسورس او هيدروليك ستراكشر، عندنا الكثير الكثير من المنشآت، تنشأ منشآت غاطسة تحت الماء، فوق الماء، سدود، غيرها، كلها تنشأ على الانهار. فهذا البرنامج جدا جدا مهم، راح تقريبا يحللكم نسبة 70 إلى 80% من مشاكل الانهار او حلها او تصاميم او ديزاين. يعني انا اريد مثلا ادرس في الخواص هيدروليكية لفتشي مثلا اي تصميم معين، وير، كلفرت، ريجوليتر، كورس ريجوليتر، هيد ريجوليتر، اي نوع يجي ببالكم، ستون بيسن، كل ان شاء الله راح ناخذهم باذن الله. لكن اللي اريد اوضحه لكم بهذا انه برنامج الهيك راس برنامج جدا مهم. يعني ان شاء الله بعد اكمال هاي السلسله انه راح ناخذ برنامج الفلو 3D. برنامج الفلو 3D يعني اهميته اقل بهواي من برنامج الهيك راس. الفلو 3D راح يشرح لك الجريان ضمن وير معين، ضمن كذا، يعني فتكون يعني بينما الهيك راس راح تدرس انت لمنطقه يعني كيس ستدي كامله بكل خواصها. يعني الفلو 3D ما يدرس لك مثلا انه خواص السديمنت، خواص السكورنج، خواص الايروجين، ممكن يصير ترسيب او نحر او غيرها، او منشأ هيدروليكي حسب المنشآت، انشاء ستوريج اريا، هاي كلها ما يقدر يوضح لك اياها برنامج الفلو 3D او اي برنامج اخر. مثلا اكو برامج اخرى متعلقة ايضا ضمن الفاينايت اليمنت، العناصر المحددة بامكانك تحليلها، انه تنشأ لك فد غرض معين واحد. يعني مثلا سلايد، انا ممكن استخدم برنامج السلايد حتى انشأ باوندري كونديشن مثلا لسد معين، كان يكون ايرث دامز او جرافيتي دامز، او مثلا البرنامج الوير، او يعني استخدم له في البرنامج معين او كذا، او الريجوليتر. هاي برامج تكون محدده تشتغل على بروبرتيز او خاصيه هيدروليكيه معينه، بينما الهيك راس لا، يشتغل على كل، يعني يصمم مجرى نهر كامل بكل خواصه. فاول فقره اريدكم تنتبهون عليها انه هو البرنامج على اي شيء يشتغل. البرنامج بالدرجه الاولى طبعا فاينايت اليمنت ايضا، المدى مالته كلش واسع، طورته المنظمه الهندسيه للجيش الامريكي بشكل واسع ايضا. فبلشت بنقول بالدرجه الاولى بالون دايمنشن، فكان اول اصدار له هو الفور 4.7، واكو اصدار جديد هو الفايف. بالمناسبه راح اترك لكم بصندوق الوصف شلون انه انت تقدر الرابط الخاص باليو اس اي ارمي، تدخل عليه مباشرة، تحمل، تكتب اسم البرنامج اللي انت تريد تحمله وتحمله مباشرة منهم، يكون بشكل مباشر. فاترك الرابط اللي خاص به بصندوق الوصف. وايضا البرنامج متوفر عندي، ما اقدر انه انزله بالتعليقات لكم، بس بالامكان اترك لكم رابط قناة التليجرام، اي شخص يريد راح اضيف هاي القناة وانزل بيها كل البرامج المهمة اللي ما تتحمل عبر عن طريق الجيميل او عن طريق التعليقات، فاحمل لكم اياها هنا. وبامكانك تدخل القناة تكون بابليك، تدعي اي زملائك الها، وتقدر تسحبه مباشرة وتحمله بحاسبتك، ومجرد تنصيب ما تتنصبه. حاليا اخر اصدار له هو الفايف الفيرجن 1.07. طبعا اول فيرجن بلش كان 1 دايمنشنال فلو، بعدين انه صار 2 دايمنشنال، وحاليا هذا الفيرجن الاخير يضمن ايضا 3 دايمنشنال فلو. يعني تقدر انت تاخذ المنشأ وتدرس، يعني تشوفون انه كل برنامج طلاب
من دا يبلش انه يصير بيه تحسينات، هاي التحسينات تجي وتنضاف عن طريق الناس المستخدمين، ممكن يشوفون كذا استخدام فيجمعون انه التعليقات او الاشياء اللي يحسون بها ضعف او التطويرات اللي تصير، وكل اصدار او فيرجن جديد ينزل راح ينزلون بالتحديثات الجديده. طبعا تنصيبه كلش بسيط كلش سهل، راح ينزل لكم على شكل ملف مضغوط، تضغط عليه كليكين هنا وتقول له راح ينفتح بعد انه عمليه فك الضغط عنه، وتلقائيا تقول له انستل. تنصيبه كلش كلش بسيط، ما يتطلب حاسب ذات مواصفات عاليه جدا، اي حاسب اعتياديه بتوفره عندك، وان كانت كوراي 3 يشتغل عليها البرنامج، وهاي من مميزاته انه راح تساعد عدد كبير جدا من الاساتذه يعني او الاشخاص او المهندسين بخصوص هذا الموضوع. يعني البرنامج جدا حلو وسلس وما يتطلب كلش انه كفاءه عاليه للحاسبه. هسه نجي عمليه تنصيب البرنامج، توفي البرنامج كله موجود ان شاء الله، وحاذكر البرامج قلت لكم عن الروابط الرسميه تنزلوها من الجوجل، او بامكانكم تستعينون بقناه التليجرام انه ننصبه مثل ما تلاحظون هنا يطلع الاكران، وده يقول لك يعني الببلشر يو اس ار بي جروبس فور انجينيرنج. المناسبة عندهم يعني كلش هواي برامج هندسية ما متخصصة بس بالهندسة المدنية او هندسة الري، لا بكل التخصصات تقريبا. فهسه نرجع طلاب الموضوعنا الرئيسي اللي هو انا هسه البرنامج عرفت له تقريبا، عرفت عن شنو يدرس حاليا هذا البرنامج اللي هو الهيكراس، عرفت وين امتداده. نجي على الشغلة الثانية، الشغلة المهمة، انا بعد ما نصبت البرنامج هنا راح نجي نعرف هذا البرنامج من نصبته اني اريد اشتغل عليه، فاكيد لازم يكون عندي انه مثل ما نقول يكون عندي اوتلاين وانترلاين. فمثل ما تلاحظون هنا اعزائي المهندسين، هاي المتطلبات المطلوبه من عندك حتى تنصب الهيكراس. بالمناسبه دي تشوفونه كلش بسيط، حتى نسبه السعه مالته كلش بسيطه، يتنصب على اي ويندوز 7 8 اكس بي فيستا، اي ويندوز يتنصب عليه. هسه نجي طريقه التنصيب، ماكو داعي انه اتعرج لها او شلون تتنصب، لانه كلش طريقه بسيطه جدا ما تحتاج الامكانيات العاليه، وحي بكل خطوه ستيب باي ستيب حيدلك على الخطوه اللي بعدها اللي انت ممكن تسويها، وايضا ينطيك نوتيفيكيشن وكل خطوه اللي تسويها باللغه الانجليزيه. فان شاء الله هذا الشيء ما عندكم به مشكله. وانا ايضا المحاضره رقم 4 باليوتيوب تقريبا مسويتها بخصوص هو تنصيب البرنامج. هسه نجي اليوم راح نسوي الكل الاوليات اللي اخذناها بي، وهي شنو؟ انا اول شيء عرفنا انه البرنامج دا ينفتح هالشكل، وعرفنا بقلت اشياء انا ادخلها والمفروض شنو تطلع لي بعد الران، تطلع لي اوتلت. اليوم راح نعرج عليها بشكل بسيط، القلت شنو اللي ادخلها انا والاوتلت اللي حتطلع لي شنو هي من هذا الحد. راح نبلش باول قلت، فراح نبلش باول قلت عندي. اول قلت عندي انه انا اريد ابلش ببرنامج جديد انشأه حاليا واستخدمه حاليا لاي بروجكت معين، ابلش من قائمة فايل. اول ما ابلش انا من قائمة فايل، من افتح فايل اريد انا ما مشتغلة سابقا اسوي نيو بروجكت، مشتغلة سابقا على فد مشروع ايا كان، مثلا انليل ريفر، اي مشروع انا كنت مشتغلته واريد اكمل عليه، فاروح على المكان اللي انا اشتغلت به واقدر انه اكمل عليه. شكو ابديتر جديد ينزل ولو كان بعد اي معلومه جديده، انشا برنامج، انشا فد بروجكت جديد اني، فمن نيو بروجكت. بعد ما انه هنا تنطي انت اسمه اي اسم خاص بي، يعني اي اسم فنسميه احنا، وبعد ذلك هو راح ياخذ العفو مكان الخزن الستوريج اللي خاص بي، بعد ذلك انت تضغط وتقول له اوكي. بعد ما نفذنا هاي الخطوه طبعا اكيد حيقول لك انت الداتا الجديده خزنتها بكذا اسم وكذا مكان، انت موافق على هذا التشينج اندر ذيس اوبشن، اوكي تمام اوكي. فده تشوف اول خطوه سوالك اياها بعد ما سميت بروجكت، انطاك اسمه وانطاك مكان الخزن، تقريبا هاي لحد الان ماكو عليها اي اعتراض تقريبا ان شاء الله، يعني ماكو عليها اعتراض نهائيا، ما عندكم اي مشكله بيها. فاول ما نبلش انه بالبروجكت، هسه اثناء ما نكمل ونوصل الى الستدي ستيت والريدي ننفذ راح ينملي البلان. اذا البلان مو حاليا ينملي الجيومتري، هسه راح نجي نملي الستدي ستيت فلوت لو انستدي،
نختار اكيد واحدة من عندهم وراح نمليها ديسكريبشن، بعدين راح نعطيك ال يعني هنا الاوتلت الخاصة بالمشروع او بالبروبرتيز كلها بامكانك والجيومتري تعدل. اي نعم، هسه راح نجي على اول خاصية انه انا راح اشتغل بها بالجيومتري، اللي قلنا هاي الصفات اللي تكلمنا عنهم بالمحاضرة السابقة اللي قلنا عنها الاوفر فيو، يعني هنا ما عندكم كانت مشكلة. لكن الاوتلت شنو ست الاوتلت اللي ممكن تخرج لنا بهاي النتائج؟ اوتلت نمبر 1 نرجع هسه. فمثل ما تعرفون اول شيء احنا سويناه انه سمينا البروجكت. طيب ست هاي المعلومات هم تتملي تلقائيا بعد ما نكمل الجيومتري، لان احنا بعد ما نكمل الجيومتري راح نمضي خصائص الجريان. يعني شوفوا اول شيء ننطي الجيومتري اللي هي خصائص النهر، خصائص المنشآت اللي على النهر موجودة ايا كان المنشأ الموجود على النهر. بعدين راح نجي على خصائص الجريان. طيب هاي خصائص الجريان منين ناخذها؟ من الدراسات الهيدرولوجية الخاصة بالنهر. اكيد احنا كل مكان مثلا اي شيء نجي احنا نصممه لازم ناخذ له مثلا في التحريات تربه سيت انفستيجيشن، ولازم ناخذ له تحريات هيدرولوجيه، واكيد انتم كلكم دارسين هيدرولوجي ودراسه الامطار كثافة ايا كانت تاثيرها على الستريم البيس فلو الهيدروغراف كلش مهم. طبعا الهيدروغراف باي تصميم، لان عن طريقه راح نحدد الموجات الفيضان الستريم ايش قد سرعه كلهن. هاي الدراسات الهيدرولوجيه اللي اخذتوها مسبقا بماده الهيدرولوجي كلها راح نستفاد من عندها، نقدر على اساسها نحدد نوع الجريان استدي ولا انستدي، واذا راح ننطر خواص اللي خاصه بي. فهسه ما نستعجل، نبلش باول خطوه. الخطوه الاولى تنص على انه استخدام او شلون انا راح ابلش بالجيومتريك داتا، الانترنك جيومتريك داتا. جيومتريك داتا راح تبلش باول نقطه. اول نقطه شنو تقول؟ ابلش من هنا فايدت جيومتريك داتا، راح ابلش بالجيومتريك داتا. بالمناسبه بامكاني قبل ما ابلش بالجيومتريك داتا انه اني اغير الوحدات، وهذا الشيء اني نوهت عليه مسبقا انه اني لازم اغير وحدات الخاصه بالمشروع او بالبروجكت. يعني ممكن انه اللي يبلش ينطق يعني هنا هي بالوحدات الفوت، فانت اذا اوكي فوت انج ما عندك مشكله، بس اذا كانت وحداتك بالوحدات المتريه فلازم تحول على اساس الوحدات. فضروري جدا انه انت اول خطوه تتخذها انه انت تحدد او تغير الوحدات الخاصه بهم. تلاحظون هنا جيومتريك بالإدت ممكن نعدلها، نضيف اي شيء، ممكن نعدل خواص الجريان الاستدي والانستدي. عندكم ثلاث انواع من الجريان، شلون احنا نقول مثلا ترانزيشن اللي بي الاستدي يكون ساكن تقريبا، والنوع الثاني يكون انستدي فلو اللي بي يعني ترانزيشن اللي بي حركة السيديمنت وغيرها ايضا راح ناخذه، والانستدي اللي هو توربولنت تام. وطبعا بالمناسبة بالامكان انه النهر نفسه يكون بي نوعين من الحركة، يعني ممكن بالطبقات السفلية من النهر بتكون حركة جريان ترانزيشن او انستدي بشكل بسيط، ولما انه يرتفع نحو الاعلى يكون انستدي بشكل عالي او مضطرب. السبب اكيد احنا ماخذين انه سرعة الجريان للماء داخل الانهار تكون تقريبا قريبة جدا من الماكسيموم كلما اقتربنا من حافة الفري سيرفيس فلو، عكس الانابيب او الجريان الانبوبي ما نتعمق بهذا الشيء، تكون الماكس فيلوسيتي بنصف الانبوب او بنصف قطر الانبوب يعني وسطية عكس الانهار الاوبن شانل. فنبلش بالجيومتريك داتا، قلنا بالاول المفروض نغير الوحدات. الوحدات مثل ما تعلمناها مسبقا منين نغيرها؟ فهنا العفو مثل ما تلاحظون طلاب انه احنا بامكاننا اول شيء بالجيومتريك داتا بعد ما عدلنا او نعدل الوحدات حسب اللي مستخدمه بالبروجكت، اقدر اني استخدم اللي هنا يكون محور العمل اللي خاص بكم. اول شيء اني اقدر استخدمه انه ارسم نهر بشكل مبسط عن طريق هذا الاوبشن الموجود مثل ما تلاحظون هنا بالاعلى ريفر اور ريش، ترسم هنا بشكل اي شكل بشكل توضيحي انه يكون بعد ما يرسم بامكاني اني افرعه، انطي الاسم الخاص بي وانطي الريتش الخاص بي وانطي اوكي. بعد ما اسوي هاي الخطوه طلاب
انتقل مثل ما تلاحظون هنا امامكم بالصورة، انه هذا ريفر مرسوم امامكم هنا. ان شاء الله هسه راح نجي ناخذهم بشكل توضيحي، بس حبيت اوضح لكم الواجهة الرئيسية اللي لحد الان عندكم مشاكل بها. بعد ما نفذنا هذا الرسم هنا للشكل النهر، اكيد احنا اذا احتاجينا رسم ضمن بيانات محددة يختلف هنا الرسم كأي سكتشمنت معين. بعد ذلك راح ننتقل للخطوة الثانية عن رسمة نهر، بس شنو الكروس سيكشن الخاص بهذا النهر؟ اكيد لازم اكو فد مقطع عرضي خاص بهذا النهر. بالمناسبة النهر بإمكاني افرعه، ينتقل اكثر من نقطة، تلتقي اكثر من مكان به، ماكو مشكلة. هاي نقطة التقاء اسمها انجكشن بوينت، ايضا نقدر نرسمها مثل ما تلاحظون هنا، والريفر من هذا الخيار. بعد ذلك راح ننتقل للخيار الثاني اللي هو الكروس سكشن. انا بامكاني المقطع النهر اضيف له مقطع عرضي خاص به، ممكن يختلف او ممكن هو ثابت على طول النهر او ممكن يختلف. فاكيد الخيار مال انه انا اضيف مقطع خاص لطول النهر راح يختلف من مكان الى اخر. تلاحظون هنا بهذا الجدول بعد ما اضغط خيار ادت كروس سكشن، ان شاء الله احنا شارحين هذا بشكل تفصيلي انه انطيل ستيشن وانطيل اليفيشن. واكيد بالمناسبه طلاب اكو بعض القيم يعني مثلا هنا هي الخواص الجيومتريه اللي خاصه بالنهر، هاي مثلا ضمن خواص السكورنج، معامل مانينج ولا غيره. اي هنا يعني بهاي الدراسه من ندرس مشروع حقيقي، يعني انا شفت العديد من طلبه الماستر او طلبه الدراسات العليا او طلبة البحوث بالنسبة للمرحلة الرابعة البكالوريوس، انه ست شلون دنمثل انت لتان هنا دا امثل لكم لحد الان بشكل قيم تقريبية او قيم افتراضية. انت دا تشتغل على كيس استدي معينة مال بروجكت اي شيء انت دا تدرسها بدراستك الخاصة بك كريسيرشر، تحتاج تجمع كل هاي البيانات، لان هاي البيانات مو افتراضية، المفروض بيانات حقيقية، حتى انت تاخذ بيانات جدا حقيقية وعندها اكيورنسي كلش عالي خاص بالمشروع اللي انت دا تدرس عليه، مثل معامل مانينج، الخواص الجيومترية، ابعاد الستيشن اللي خاصة بالكروس سكشن، هاي المفروض تاخذها انت من الدراسات الخاصة بهذا النهر او بهذا المجرى. فانت يعني اذا تشوفون احنا اغلب القيم اذا نفذناهن فننفذها بشكل تقريبي او قيم افتراضيه. بعد ما نرسم الكروس سكشن اللي خاص بمقطع النهر، هسه راح نجي ننطي الخواص. يعني اكيد بعد ما نرسم ممكن ننفذ كل الخواص اللي بعدها، الخاصيه اللي بعد خاصيه انه اني انفذ القيم الخاصه، راح اجي ان انطي الخواص الهيدرولوجيه اللي هي خاصه مثل ما نقول بالضبط بنوع الجريان. انا انطي الجيومتريك، اسيف الجيومتريك، ان شاء الله راح نجي نبين هالخطوات كلها. بعد ما سايفنا الجيومتريك بامكاني اني ايضا انتقل اذا اضيف خواص الجريان الستدي فلو اناليسيس، اكيد الفايل اسيف الفايل. من اسيف ليش مهمه التسييف مهمه؟ لانه هنا راح تطلع لك بالواجهه الرئيسيه. لو نغلق مثلا هسه هذا هنا اوكي كانسلت، فبامكاني هسه تلقائيا هذا من دا الغيه هنا. طلاب تلاحظون هذا كلها ينملن، المفروض الجيومتر تسيفها، تقولها سيف، من راح تسيفها راح تظهر لك هنا شنو سميتها انت وين تسيفت. نجي الستدي فلو، ايضا الستدي فلو اللي هو خاص حسب ستدي او ان ستدي، قلنا حسب نوع الجريان اللي خاص بالاوبن شانل، راح ننطي خواصه. بعد ذلك راح ننطي نوع الفلو ريجيم، هل هو سب كريتيكال سوبر كريتيكال او ميكس مختلط، اللي يكون احنا نسميه ترانزيشن حسب الجيومتري فايل شنو اسمه هذا الجريان اللي انت نطيته، يخص يا مجرى نهر. يعني ممكن انت عندك اكثر من مجرى يلتقن بمجرى واحد كبير، ممكن انت دا تنطي هاي الخواص مثلا للنهر رقم واحد وعندك نهر رقم اثنين ويرتبط مثلا بالنهر رقم ثلاثة، الواحد والاثنين، فممكن خواص الواحد تختلف عن خواص الاثنين. فانت هنا تحدد هذا يا جيومتري فايل راح تنطيه، وايضا تنطي نوع الستدي الفلو، هل هو لارجر سمول. ان شاء الله راح ناخذهن بمحاضرة واحدة ان شاء الله، هاي كل الامور احنا مارين عليها بالمحاضرات السابقة، راح ناخذها بمحاضرة واحدة كلها تمثيليا ان شاء الله. بعد ما ننفذ راح ننطي ران كومبيوت، بعد ذلك راح يجي دور بعد ما ننطي كومبيوت
بالمناسبة بعد ما نعطي كمبيوتر راح تلاحظ انه انت الستدي فلو راح يكون جاهز كامل، والبلان ايضا راح ينملي تلقائيا. راح تطلع هاي الخواص، احنا لحد الان الانلكس دخلناه، نجي على الاوتلت الخصائص اللي هنا. اليوم مثلا كبدائيات او اوليات، شكل الكروس سكشن شلون راح يصير، المقطع الطولي شلون راح يصير، الراتن كيرف شلون راح يصير. فهذا هنا اي اوبشن اضغط عليه راح ينطيني الرسومات الفيونج او البرنتنج ريزلت اللي خاصه بهذا الفايل. انه هنا تلاحظون هسه مثلا انا بعد ما رسمت هذا مثل الكروس سكشن الخاص بمقطع النهر، وايضا يلون لك المي باللون الازرق ويعطيك على الجانب مفتاح اللي خاص بالكروس سكشن، ينطيك مثل مقدار الووتر سيرفيس، الانرجي لاين. اكيد احنا كنا ماخذين باللي دارسين ماده الاوبن شانل، اتوقع كل الاختصاصات تدرسها. ناخذ ايضا خطوط الطاقه الخاصه بها، السبيسيفيك انرجي، السبيسيفيك فورس، والتوتال انرجي. فكل التفاصيل دا ينطيك اياها هنا على الجانب بالمفتاح الرسم. هذا ككروس سكشن. ايضا بامكانك احد الخيارات اللي يوفرها برنامج الهيكراس هو المقطع العمودي البروفايل بلوت. تلاحظون هذا البروفايل بلوت، هذا مثلا الاليفيشن سيرفيس، وايضا عندك الانرجي، وايضا عندك التوتال. تلاحظ كل هاي الخيارات امامك لما يكون الجريان كريتيكال، بحيث انه لازم الاس نوت يساوي لنا الاس اف. كل هاي الماده تقريبا ماخذين احنا البديهيات سابقا الها بمادة الأوبن شانل والهيدرولوجي. تلاحظون هنا أيضا مطيك على الجانب دينتك يا، تلاحظون هنا أنه مفتاح الخاص برسم البروفايل بلوت. أيضا بإمكانك أنه ينطيك الأكس واي زد، هذا يوفر هذا الأوبشن اللي هو الخاص بالوان. قلنا احنا تطور برنامج اللي خاص بالهيكراس، بعد ينطيك الرسم 3D، هذا مقطع الشانل كروس سكشن. هنا بامكاني انشئ اي منشأ داخل مقطع النهر، كان يكون سد، كان يكون سده، كان يكون ناظم، اي شيء انا احتاجه، كان يكون سد غاطس، اي منشأ حيوي انا احتاجه داخل النهر اقدر انشئه انفذه هنا ويطلع لك بصوره 3D دايمنشن. فان شاء الله هنا هاي نبذه تعريفيه اوليه، نقدر نقول انه غطينا بها الاوليات وشنو نحتاج يعني نمثل. فان شاء الله الفيديو اللي راح يسبق هذا الشيء راح ننفذ لكم كل خطوات انه انا الجيومتريك داتا، كل البيانات، كل المنشآت اللي اقدر اني انشئها بداخل جسم السد، يعني بداخل جسم النهر. يعني نجي على الخيار بالضبط اللي هو هنا Edit Geometric Data. ان شاء الله بهاي المحاضرة اللي راح تجينا ان شاء الله راح نتعلم كل هاي الخيارات، اقدر اني انشئها، اسوي نهر، انفذ بي انجكشن بوينت، اضيف له كروس سكشن، اضيف له مثلا كمنشآت رئيسية حيوية كلفرت او بوابات معينة او انلاين ستركتشر او لاترال ستركتشر، واضيف له ايضا ستوريج اريا، او ممكن نحولها الى تو فلو دي اريا. وشنو الفرق بين ذن الخص، يعني يمتى استخدم هذا الخيار يمتى استخدم هذا الخيار. وايضا ممكن اضيف محطات ضخ بمب ستيشن، وايضا ممكن نتطور ادفانس انه راح نتعامل مع ال هنا الجيومتريك، يخص فقط الجيومتريك يعني انشائيا، وكانه احنا نتعامل انشائيا. بعد خيار الانشائيا ممكن اني اتطور واضيف الخيار الثاني اذا كانت عندي بالنهار من اديت، الخيار الثاني ايضا الستدي فلو اعدله، او اذا كان عندي ان ستدي اضيف، اذا كانت عندي خواص سيدمنت خاصه بالنهر، ممكن النهر يحتوي على نسبه ترسبات عاليه نحتاج ان ندرس الترسبات، فايضا هنا خواص الترسبات ان شاء الله ايضا راح نتطرق لها بمحاضره كامله شلون انا اقدر اضيف السيدمنت. وايضا الخيار الثالث اللي خاص اقدر اضيف اني الووتر كواليتي داتا، وهذا بالاكثر او بالاحرى يفيد الطلبة والباحثين اللي يدرسون بأي ريسيرش أو أي بحث أو أي مشروع يخص بعمليات الري مثل ما نقول.
او مثلا لمياه الشرب او تنقيتها، لان هذا بيضبط الووتر كواليتي. تقريبا نقدر نقول تخصصه بيئي نوعا ما، لان انت راح تدرس الكواليتي اللي خاصه بالمي، التمبرتشر، الموديلنج، الاتش بي، البي اتش وغيرها، كل الخواص حتى ينطيك تحليل كامل واناليسيس كامل استناد للكود اللي خاص بيك انه ممكن يفيدك. يعني انا اشوف انه هذا الاوبشن الووتر كواليتي داتا يفيد بالاكثر او بالاحرى جماعه الري والبزل، الري والبزل درينج اند اريجيشن. ان شاء الله لهنا انا اكون بهاي المحاضره قدرت انه ولو بشكل بسيط اوضح لكم ماهيه هذا البرنامج، لان اعتبر انا هاي المحاضره جدا جدا مهمه حتى يكون الباحث على درايه كامله بهذا البرنامج، شنو يشتغل، شنو المخرجات اللي خاصة بي، وشنو ممكن يطورني، وشنو ممكن أضيف أنا بي. ما أنسى أنه أذكركم بإمكانكم تدعمون القناة بزر السبسكرايب، وتدعمون أيضا تفيدون زملائكم. احنا بغض النظر لأنه تعرفون هاي البرامج توفرها شرحها المنولات الخاصة بها تحتاج، احنا مكان ما أنه تكون تعرفون أغلب هاي البرامج تطرح بكورسات مو مجانية وإنما باي كاش ماني، كورسات خاصة بها. إذا تلاحظون هنا هاي القناة دا توفر لكم إنه العلم هذا بشكل مجاني وفري وتفيد كل التخصصات، فدعمكم كلش مهم وضروري. إنه شكرا جزيلا ونلقاكم على خير، دمتم بأمان الله وحفظه.